أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. وفي هذه الحلقة سنسلط الضوء على مجريات العملية العسكرية ضد تنظيم القاعدة في كل من حضرموت وأبيان ولحج. مضى وقت طويل على سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ومناطق شاسعة من المحافظة الأكبر في اليمن. فمنذ سيطرة ميليشيا الحوثي على السلطة في البلاد عقب اجتياحها العاصمة صنعاء، سقطت أجزاء من محافظة حضرموت في يد مسلح تنظيم القاعدة. حينها انسحب الجيش أو تم سحبه، وتسليم المعدات والأسلحة العسكرية لمقاتلي القاعدة دون إطلاق ولو حتى طلقة واحدة، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يقولون أنه تم تسليم المحافظة للقاعدة من قبل القوات المحسوبة على الرئيس المخلوع صالح، وبإشراف من محافظ حضرموت الأسبق خالد الديني الذي أصبح اليوم عضوا في فريق المخلوع بمشاورات الكويت. ما يقارب العام على سيطرة القاعدة على المحافظة ومؤسساتها ومواردها وميناء المدينة والعديد من موانئ تصدير النفط، حققت الجماعة مكاسب مالية ضخمة تخطت 5 مليون دولار شهريا من عائدات ميناء المكلا وحده، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من تجارة السلاح وعائدات الضرائب وغيرها من موارد الدولة. كل المؤشرات والوقائع على الأرض كانت تؤكد أن حضرموت معركة مؤجلة، وكان الحوثيون يستخدمونها كورقة ضغط وفزاعة أمام العالم ليقبل ببقائهم، وإلا فإن البديل سيكون التنظيم سيء الذكر. التحول الأبرز والأكثر أهمية بدأ عندما تم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج على البدء بحملة ضد تنظيم القاعدة في حضرموت، وتم إطلاق سلسلة من الغارات ضد مواقع التنظيم هناك بالتزامن مع انطلاق حملة عسكرية للجيش الوطني تهدف لتحرير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة حسب مصادر عسكرية. أهمية الحملة العسكرية الجارية ضد تنظيم القاعدة جنوب البلاد هي موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. تعود المحافظات الجنوبية لواجهة الصورة من جديد، لكن هذه المرة عبر بوابة القاعدة والحرب على الإرهاب في كل من عدن وحضرموت وأبيان ولحج. ففي أبيان تدخل الأحداث منعطفا جديدا بعد الأنباء الواردة عن توقف العملية العسكرية قبل استكمال عملية تطهيرها من تنظيم القاعدة، العملية التي استؤنفت قبل يومين ووصلت القوات خلالها إلى منطقة دوفس وأجزاء من زنجبار بالتزامن مع غارات عدة لطائرات التحالف استهدفت مواقع التنظيم، حتى بدا كأن أبيان على عتبة حرب جديدة. تندر الصور والمعلومات من مناطق المواجهات، فيؤكد مسؤولون عسكريون إمعان تنظيم القاعدة في استراتيجيته القتالية القائمة على أسلوب الاستنزاف من خلال الكمائن والعملية الخاطفة، فيما تحاول القوات الحكومية بسط نفوذها على المحافظة وتأمين الخط الدولي الذي يربط عدن بمحافظة حضرموت عبر الساحل، وكذا قطع خط الإمدادات بين عناصر الإرهابيين في زنجبار أبيان وحضرموت. توقف العملية العسكرية في أبيان تزامن مع عودة الانتشار الأمني المكثف إلى لحج وبدء العملية العسكرية ضد التنظيم في حضرموت عقب وصول تعزيزات عسكرية إلى المكلا لإسناد القوات في عملية تحرير وتطهير المدينة. رافقتها حملة جوية يخوضها التحالف، حيث شنت الطائرات عدة غارات استهدفت مواقع يتمركز فيها عناصر التنظيم في المكلا والوادي ومدينة الشحر. الحرب ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد واستمرار خروقات الميليشيا لوقف إطلاق النار في الشمال يجري بالتزامن أيضا مع المخاض العسير لمحادثات السلام الجارية بين الحكومة والميليشيا في الكويت برعاية الأمم المتحدة، وبالتزامن تضغط القوى الدولية على ضرورة محاربة الإرهاب في اليمن كاستراتيجية تحث عليها الجهود من أجل تهيئة المناخات وتقليل مفاعيل العنف، ناهيك عن أولوية الحكومة في تطهير وتثبيت الأرض التي تقف عليها. مراقبون يرون أن التقدم في المعركة ضد القاعدة جنوب البلاد سيخفف من الضغوط الدولية هذه، ويعطي التحالف والحكومة مجالا أرحب للتقدم العسكري في الشمال حال انهيار المفاوضات. لكن التحدي الأكبر يقول مسؤولون حكوميون هو مدى قدرة القوات على الاحتفاظ بالأرض عقب السيطرة عليها.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من عدن نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الأخشع. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور. سيادة اللواء، دعنا نبدأ من موضوع الساعة وهي الحملة العسكرية الكبيرة التي بدأت اليوم في محافظة حضرموت ضد مواقع عناصر تنظيم القاعدة. ما دلالة التوقيت وأهميته سيادة اللواء؟ شكرا لك ولمستمعيك. الحملة اليوم في المقلة تأتي في إطار خطة شاملة بيننا وبين دول التحالف فيما يتعلق بتطهير يعني المحافظات الجنوبية كلها من هذا التنظيم. حضرموت بالنسبة لنا الخطة هي رأس الأفعى، وبالتالي لازم أولا أن تقطع رأس الأفعى، أما ذيلها فهو في حوطة وأبين. نحن من بداية يعني يناير قد وضعنا الخطط يعني والمشتركة مع يعني التحالف، وهي تسير سير حسن وأقول ممتاز جدا اليوم بدء في مهاجمة رأس الأفعى. نعم، ولكن سيادة اللواء كان سؤالي عن أهمية ودلالة التوقيت، يعني لماذا الآن بالذات؟ طبعا كل شيء يعني أولا أقول أنا كل شيء يخطط له. نعم. وهي عمل ما لم يكن مخطط له ويكون يعني مزمن أوقاته يعني ويراعي فيه الظروف كلها لن يكتب له النجاح. نعم. فالقيادات التي تخطط لهذه الأعمال هي التي تحدد الوقت بالضبط وتختار الأماكن بالضبط. وأهم حاجة أنه نحن في والتحالف هو ما نأخذ بعين الاعتبار هي مصلحة أبناء البلاد. أولا كيف نحن نعمل حتى لا نضيف أعباء جديدة على هذا المواطن فوق الأعباء اللي يتحملها من جراء تلك الحروب. نعم. إن كان حرب الحوثي أو حرب يعني التنظيم القاعدي. نعم. فأعتقد أنا أنه اليوم هذا الموضوع يأتي ونحن في الكويت يعني وهناك يعني من يتشدق ويتكلم أنه المعاضلات التي تحتلها الشرعية هي بيد يعني العناصر المتطرفة وهي بيد يعني القاعدة وداعش ومش عارف إيش. نؤكد لهم أن هذه الأرض بيدنا وليست بيد هؤلاء الناس. نحن حاورناهم يعني على أساس يعني يتركوا هذا الخيارات وينضموا إلى الشعب اليمني ويكونوا يعني خير أمة أنزلت على هذا الأرض. لكن بعد هذا كله وبعد أن استنفذنا كل تلك الحوارات يظل اليوم خيارنا هو خيار. نعم سيادة اللواء، يعني هذا أنكم فتحتم حوار مع عناصر تنظيم القاعدة لتسليم المدينة دون قتال وهم رفضوا ذلك؟ لا لا لا، يعني هذا نحن بالنسبه لحضرموت يعني لم ندخل يعني في الحمله. نعم. الا بعد ان تاكد لنا ان هؤلاء الناس لا يريدوا ان يلقوا السلاح، لا يريدوا ان يعودوا. نحن لا نتكلم. نعم. عن انه يخرج ويروح ويظل هو يمرح في الارض من كذا، نحن نتكلم عن انه يتراجع عن هذا النهج الذي كان فيه اذا. نعم. كان مقرر به من المقرر به. اما ما يتعلق بعناصر يعني قد يعني تلطخت ايديها بالدماء فهؤلاء الناس لا يتم الحوار معهم. نعم. نحن يعني في ابين خطتنا تمشي كما مشت يعني في عدن وفي الحوطه. عندنا مراحل معينه وكما قلت لكم نراعي فيها فقط التجمعات السكانيه وكيف لا يعني نضيف اعباء يعني اخرى. العمليه مستمره واكد لكم كل شيء على ما يرام. نعم، على ذكر أبين والعمليات العسكرية التي تدار هناك، منذ ساعات تحدثت أنباء عن تراجع لقوات الجيش الوطني في أبين، ما مدى صحة هذه الأخبار؟ طبعا نحن لا مشكلتنا انه في هذا الإعلام او في الشفافية الزايدة انه الآخرين يريدوك تتحدث عن مهام او قضايا لا زالت عادة قادمة. نحن لا نريد ان نتكلم عن يعني ما بعد امس. لا سيادة اللواء، الانباء تحدثت انه هنالك توقف مؤقت للعمليات في ابين. اسالك يعني لتفسر لتصحح المعلومات. لا لا لا، نحن الانتشار كان واسع ونحن عدنا تموضوع القوات. نعم. بحيث انه يعني كما قلت انه نحن اولا دخولنا الى المدينه ذات الكثافه السكانيه الموجوده واستخدام كل الاسلحه فيها حنلحق يعني ضرر كبير جدا بالمواطنين.
يعني كيف نحن نستطيع أن نعمل ممرات آمنة للمواطنين، كيف نستطيع. هذه المسائل نحن نعمل عليها ووحداتنا جاهزة لتنفيذ المهام عندما يعني تكون الأمور الأخرى قد هيئت. نعم، إذا تحدثنا عن جاهزية واستعداد القوات لحسم معركة وتحرير وتطهير المكلا من عناصر التنظيم، وأنتم في نفس الوقت تديرون معركة التحرير لأكثر من منطقة في اليمن، هل الإمكانيات لديكم تسمح بهذا في نفس التوقيت؟ حقيقة طبعا نحن مجبرين على هذا العمل. نعم. نحن مجبرين أن نقوم بهذا العمل. دعم قوات التحالف لنا هو أولا العامل الأساسي. القوات التحالف هي داعمة لنا وهي معنا في الميدان بكل يعني عملية، إن كان في حضرموت أو كان في يعني أبيان. اثنين، نحن نعتمد أيضا على دعم أيضا أبناء البلاد، عندنا المقاومة الموجودة، الشباب الموجودين، عندنا أيضا الجيش الوطني، عندنا الأمن. نعم. الذي تم يعني اخراجه وتم يعني ازالته من يعني اعماله يعني اثناء يعني السيطره والاستبداد، يعني هؤلاء الناس جاهزين وهم مستعدين يضحوا بانفسهم يعني معنا. نعم، اذا سياده اللواء، من المكلف بعمليه تحرير المكلا وما حجم القوات التحالف المشاركه في هذه العمليه؟ ما مدى التنسيق بينكم وبين قوات التحالف، مع العلم ان هنالك من يقول ان هذه العمليه انطلقت من قبل التحالف فقط، هل هنالك تنسيق بينكم وبين التحالف؟ لا شك هذا. نعم. هذا الكلام يعني مؤكد، وانا اؤكد انه لا تتم اي عمليه كانت صغيره او كبيره. نعم. يعني بيننا وبين التحالف الا عبر تنسيق وقبل. نعم. اطر معينه. نعم. مثلا في المكلا يعني المحافظ محافظه يعني حضرموت وقائد يعني المنطقه الثانيه وكثير من الكوادر هم في العمليات الان يديروا عمليه يعني مع يعني الكادر المختص من التحالف يديرون العمليه مباشره. نعم، إذا سيادة اللواء وزير الخارجية ناصر لخشع، شكرا نائب وزير الداخلية عفوا، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدنا الكرام، نشرك معنا في الحديث عضو الهيئة التنسيقية لمجلس شباب الثورة عبد الرحمن باتيس. مرحبا بك سيادة عبد الرحمن. أهلا وسهلا. الآن القوات العسكرية سيد عبد الرحمن على مشارف المكلا، لماذا تأخرت العملية إلى اليوم بالرغم من مرور أكثر من عام تقريبا على سيطرة التنظيم على المدينة؟ هذا هو السؤال الأبرز الذي يدور في ذهن الكثير الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا لكم قناة الكيف على إتاحة هذه المساحة للحديث حول الأوضاع والأحداث في حضرموت. ثانيا، أنا دخلت معكم ربما متأخرا، استمعت إلى جزء من حديث اللواء ناصر الأخشع نائب وزير الداخلية مشكورا، والذي أوضح فيه مدى التجهيزات والترتيبات لهذه الحملة بالتعاون مع أشقائنا في التحالف العربي. نعم. برأيي كمطلع وكمراقب للأحداث ولمجرياتها في الوطن وفي حضرموت بشكل خاص، جاءت هذه الحملة في هذه الأيام وفق خطة عسكرية وأمنية معدلها مسبقا، في هناك ألوية عسكرية من أبناء المحافظة تم تجهيزها وتدريبها بإشراف وتعاون ودعم من أشقائنا مشكورين في التحالف العربي. أيضا مجيء المحافظ اللواء أحمد بن بريك الشخصية العسكرية في هذا يأتي في هذا الإطار وفي هذه الترتيبات، وأنا استمعت إليه في أكثر من لقاء وجلسات مع شخصيات حضرمية في المهجر في الرياض يتحدث فيها عن ترتيبات وتجهيزات لخطة أمنية وعسكرية ستعلن مستقبلا للسيطرة على حضرموت وإعادتها إلى حماية الدولة وإلى حاضنة الدولة اليمنية والجيش اليمني الوطني. نعم، إذا مشاهدينا الكرام، نشرك معنا في الحديث من السعودية الخبير الأمني السيد وليد الأسوري، هل هو معنا؟ حسن، نعم، الخبير العسكري السعودي حسن الشهري، هل هو معنا؟
نعم اسمعك. نعم أهلا بك سيد حسن، لو تحدثنا عن الاستراتيجية التي تعمل عليها قوات التحالف فيما يتعلق بمحاربة تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، هل لك أن تضعنا في مجمل هذه الصورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخت أمل، تحية لك ولسعادة اللواء نائب الوزير الداخلية. أهلا بك. الأخ علي لخشع، وأيضا تحية لشيخنا عبد الرحمن باتيس عضو الهيئة الفلسفية. نعم. والمشاهد القناة. بداية لابد من العودة إلى أسباب تنامي مثل هذا الظاهرة المقيتة في اليمن وغير اليمن، ولكن في اليمن بالذات مع الأسف أوجد بيئة حاضنة تشكلت غياب دولة المركز في صنعاء، بقية الأطراف طوال العقود الماضية ظهر في الشمال ما ظهر من حزب أنصار الله كما يسمى، وفي الجنوب ما ظهر، ثم ما النتيجة فشل حكومة صنعاء في بناء هوية وطنية جامعة لكل أهل اليمن. أنا أعرف كمراقب سعودي أنه قبل الوحدة عام 94 كان السكان المناطق الجنوبية والمحافظات الجنوبية يعتمدون على الدولة، ثم بعد الوحدة انتفى كل ذلك. الإرهاب يستثمر في البيئة الفاشلة لأي دولة وفي المناطق التي خرجوا منها في أفغانستان وباكستان ومناطق التوتر السابق. سيادة العميد دعنا لو سمحت التركيز على عملية قوات التحالف ضد تنظيم القاعدة في اليمن حاليا حتى يسعنا الوقت لمناقشة هذا الموضوع جيدا. التحالف يقوم بأعماله على أكمل وجه سواء لإعادة الشرعية، وهذا مطلب أساسي وهدف من أهداف عاصفة الحزم والهدف الرئيسي، والجيش الوطني اليمني يقوم أيضا بأعماله بالتزامن والتنسيق كما قال سعادة اللواء ضمن خطط معمولة. لا ننسى أيضا أن الموقف الحاصل في الكويت والتلكؤ الحاصل من الحوثيين يوجد بعض مثل هذه الأشياء، فهم من يشغل، من يمول، من يفتح الباب أمام القاعدة للقيام بأعمالها في أبين، في بعض المحافظات الجنوبية وصولا إلى المكلة. أنا أعتقد أنه إذا عادت الشرعية إلى اليمن كاملة فلن يكون أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أي وقت صعب أو عن مهمة صعبة، سيكون بالنسبة لهم نزهة لاجتثاث ما تبقى من الإرهاب. الأعمال ما يقوم فيها الجيش الوطني الآن في المحافظات الجنوبية في لحج وفي أبين وفي شبوة وفي المكلا أعمال مبنية على خطة استراتيجية متفق عليها. التحالف يقوم بالإسناد الذي تحتاجه هذه الأعمال. العملية ليست مهمة للغاية. أقوى في نظري ما يمكن أن نتعرضه لأن بعض المشاق هي في المكلة لكثرة الأعداد هناك. بقية المحافظات أعتقد أنها حتكون سهلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وعلى الشعب اليمني الحر الأصيل أن يكثر من جهوده لمساعدة المقاومة والجيش الوطني في استئصال ما تبقى من هذه المجموعات. نعم سيد حسن، من الملاحظ أن الإمارات تبدو ظاهرة في الصورة أكثر من السعودية وغيرها من دول التحالف فيما يخص محاربة القاعدة في جنوب اليمن، ما طبيعة هذا الدور؟ لا شك في هناك دور واضح للأشقاء في الإمارات لأن لهم قوة على الأرض، أيضا الجيش السوداني له قوة على الأرض، مناطق تواجد القوات السعودية وعلى الحدود وفي المناطق الاستراتيجية في البحر وفي جزر وأرخبيل اليمن، وبالتالي أيضا هي تقوم بأعمال لا تقل وقد تتجاوز مثل هذه الأعمال. ولكن ظهور الجيش الإماراتي الشقيق في منطقة التوتر داخل المحافظات الجنوبية داهم بشكل فعال، وايضا الجيش السوداني سيكون له دور بحول الله ايام قليله. نعم، هل يمكننا القول ان الامارات مكلفه رسميا بملف الجنوب داخل بيت التحالف العربي نفسه؟ لا اعتقد ان هناك في مثل هذه الامور رسميات تختص بدوله معينه، العمل جماعي ومشترك، هناك قياده مشتركه في الرياض تدير الاعمال حسب الامكانيات والقدرات اللي على الارض، وبالتالي فالعمل الجماعي القائد واحد والمنفذون كثر. نعم، إذن سيادة العميد حسن الشهري ابقى معنا، تفضل بالبقاء معنا، واسمح لي لأن أعود إلى السيد عبد الرحمن باتيس. سيد عبد الرحمن، كيف يمكن قراءة موقف ميليشيا الحوثي اليوم الرافض لعمليات التحالف ضد مواقع تنظيم القاعدة في المكلا؟ لا شك أن
كل المكونات أو الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة والتي تستخدم السلاح لفرض رؤيتها ولفرض سلطتها على الشعب خارج نطاق الدولة سيكون خطابهم متوافق، والفراغ وعدم وجود الدولة يخدم هذه الميليشيات من أي كان. نعم. وجود الفراغ الذي تركتها الألوية العسكرية والتي تتبع المخلوع وتتبع النظام السابق في المكلا وفي ساحل حضرموت، بل وتسليمها إلى هذه الجماعات المسلحة، بلا شك أن هناك أنا لا أستبعد أن هناك تنسيق مشترك بين هذه الجماعات الخارجة عن نطاق الدولة، ولذلك لابد من أن تحسم هذه الأمور وأن لا تترك للعبث ولهذه الجماعات تعبث بمستقبل وبمقدرات الوطن بموانئ المنطقة وبمؤسسات الدولة وبالمدن في ساحل حضرموت. لذلك جاءت هذه الحملة العسكرية لتعيد حضرموت إلى نعم إلى 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 الدولة. نعم. وأنا قلت في منشور قبل قليل على صفحتي على فيسبوك أن ما يحدث في حضرموت هو نفس ما يحصل في مأرب وهو نفس ما يحصل في ما يحدث في نعم في سيد عبد الرحمن. هنالك أخبار منذ قليل على أن قوات الجيش الوطني وصلوا إلى مشارف مدينة المكلا، برأيك هل ستكون المعركة سهلة؟ هل سنشهد استسلام لعناصر تنظيم القاعدة وانسحابهم؟ إن شاء الله. أنا سمعت أيضا أن هناك وساطة يقودها عدد من وجهاء المدينة مدينة المكلا وعلمائها بالتفاهم مع من يسمون أنفسهم أبناء حضرموت، أن يغلبوا العقل والمنطق، أن يسلموا البلاد وأن يحقنوا الدماء وأن يرتفعوا عن ويسلموا أسلحة الدولة ومؤسسات الدولة إلى الجيش الوطني الذي يتكون الآن من أبناء المحافظة أنفسهم. هم نعم. من سيحكمون، هم من سيفرضون أمن المحافظة بمساعدة بلا شك أشقائنا في التحالف العربي، هم من سيتولون مهام الأمن والاستقرار في محافظتهم. هم جاءوا على حين ضرة نعم. كما قلت وفي حين فراغ، ومدعين أنهم لن يتركوا البلاد فاضية تتهمها. نعم. إذن سيد عبد الرحمن، هذا يقودنا للسؤال عن المجلس الأهلي الحضرمي والدور الذي يمكن أن يلعبه في هذه الفترة. كيف لم أسمع السؤال؟ أقصد أسأل عن المجلس الأهلي الحضرمي وعن دوره الذي يمكن أن يلعبه خلال هذه الفترة. المجلس الأهلي الحضرمي هو جاء كتنسيق من أبناء من بعض الشخصيات الحضرمية الذين رشحوا أنفسهم ليديروا مؤسسات المحافظة المدنية في ظل غياب الدولة وفي ظل الواقع الذي فرضته هذه الميليشيا المسلحة. اليوم إذا تم السيطرة الكاملة وتم حسم المنطقة عسكريا وخروج هذه الميليشيات وتسليم مؤسسات الدولة، ستعود الدولة الرسمية، سيعود محافظ حضرموت لإدارة المحافظة، سيعود الوكلاء، ستعود الدولة إلى أن تحكم حضرموت. المجلس الأهلي جاء ليدير مرحلة فرضها وأمر واقع فرضتها الميليشيا المسلحة في ظل غياب الدولة. نعم. إذا عبد الرحمن باتيس عضو الهيئة التنسيقية لمجلس شباب الثورة، شكرا جزيلا لك. ونعود مشاهدينا الكرام إلى سيادة العميد حسن الشهري. سيادة العميد، نعود لنسأل عن دوافع فتح ملف محاربة القاعدة في هذه الظروف، وهل الموضوع علاقة لزيارة رئيس باراك أوباما إلى السعودية ودور في الدفع بهذا الملف بالنسبة للاستراتيجية الدولية في اليمن؟ العمل متشابك الحقيقة يعني، والبيئة ضاغطة في كل العالم، العالم يغلي من أجل الإرهاب، ولكن سبق ذلك أنه المملكة العربية السعودية اتخذت استراتيجية عظمى بتكوين تحالف عربي إسلامي لمحاربة الإرهاب، والإرهاب في اليمن جزء من هذا العمل. وأنا أعتقد أنه إذا لم تستطيع الدولة اليمنية بالتزامن مع الإسناد القريب والمباشر من التحالف حاليا، سيكون للتحالف العربي والإسلامي دور، لابد من استئصال القاعدة وتنظيم داعش من أي مكان في العالم العربي والإسلامي.
أنا تعقيبا على كلام الشيخ عبد الرحمن، أنا أعتقد أنه من يملك مفاتيح القاعدة في اليمن هو علي عبد الله صالح وابن أخيه عمر، ومن يمولهم لوجستيا، وهذه معلومات مؤكدة في أبيان وبعض المحافظات القريبة من البيضة. حزب الأنصار، أنصار الله وما يسمى بالحوثيين، المفاتيح في يد علي عبد الله صالح، هو يحركهم وفي الوقت الذي يشاء. وأحسنت الدولة اليمنية الآن أنها تحركت بالتوجه إلى المكلا. المكلا هي عاصمة القاعدة في اليمن، ولا بد من العمل دون واسطة ودون النظر لوسطاء، لا بد من استئصالهم بالقوة، لأن أي عملية وإبقائهم ستكون البيئة موجودة، الأفراد موجودين ويدعمون من علي عبد الله صالح ومن معه من حوثيين إلى القيام بأعمال أخرى. الموقف الآن لا يحتمل العاطفة، الموقف الآن يحتاج إلى قوة، صوت المسموع الآن هو صوت القوة فقط. نعم، إذا وصلت الفكرة. إذا سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري السعودي، شكرا جزيلا لك. ولمشاهدينا الكرام ننتقل إلى الخبير الأمني السيد وليد الأسوري. مرحبا بك سيد وليد، وكيف تصف ما يحدث في المحافظات الجنوبية المحررة من الميليشيا، ولا أين تتجه الأحداث فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساك أنت وجميع الأخوة المشاهدين الكرام. أولا عزيزتي، ما يحدث هي خطوة إيجابية في اتجاه محاربة تنظيم القاعدة. هو ليس تنظيم القاعدة، ولكن الصناعة الخاصة لتنظيم القاعدة التي يقوم بها علي عبد الله صالح، والتي كان يستخدمها خلال الفترة الماضية كورقة لابتزاز الأمريكان وفي مفهوم مكافحة الإرهاب، والآن يستخدمها كورقة سياسية في المفاوضات وفي العملية السياسية والأزمة اليمنية بشكل عام. الخطوة في محاربة القاعدة بشكل عام واستكمال محاربة جيوب علي عبد الله صالح في المناطق المحررة هي خطوة إيجابية تحت أي مسمى كانت، قاعدة أو جيوب علي عبد الله صالح، لكن تعتبر خطوة إيجابية ستحقق نصرا أو ستزيح الستار أو ستبعد الورقة الحقيقية التي يحاول استخدامها علي عبد الله صالح بأن هناك قاعدة، ولكن هو من يقوم بذلك في المناطق المحررة هذه، وخاصة أثناء المفاوضات في المرحلة الحالية. تجدين حسب التسريبات التي حضرت عدم موافقة الحوثيين وصالح على إصدار بيان حول العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة التحالف حاليا في حضرموت وكثير من المناطق في ظل محاربة القاعدة، وليس لهم مبرر سوى أنهم لا يريدون أن تخطي الخطوة هذه حتى لا تكون أو تسحب الورقة السياسية في محاربة القاعدة من تحت بساط علي عبد الله صالح التي استمر خلال فترة حكمه وخلال هذه المرحلة لاستخدامها على المجتمع الدولي. نعم سيد وليد، ما هو دلالة توقيت هذه الحملة، خصوصا أن هنالك من يرى أن لم توضع نقطة النهاية بعد لمعركة عسكرية وسياسية ما تزال مشتعلة لاستعادة الدولة، ما مدى نجاحها بالتزامن مع المحادثات التي تحدث في الكويت وعدم التوصل لحل أو لمخرج مع الحوثيين؟ طبعا هي انهاء اخر ورقه يستخدمها علي عبد الله صالح وعفاش في محاربه في موضوع القاعده مع المجتمع الدولي. هم كانوا يوهمون المجتمع الدولي بانهم قادرين بانهم يحاربون تنظيم القاعده في المناطق الجنوبيه او في مناطق كثيره، لكن هم جزء من التنظيمات الارهابيه، فلا يمكن ان يكون الارهاب يحارب ارهاب. مؤسسات الدوله هي التي تقوم بمحاربه الارهاب بشكل عام، وهذه ما تقوم به السلطات الشرعيه حاليا باثبات تواجدها وايصال رساله للعالم بان نحن الكثيرون بمكافحه الارهاب ومحاربه تنظيم القاعده. رغم استمرار لماذا تتواجد القاعدة في هذه المناطق ولا تتواجد عدوها الأساسي حسب زعمهم هم الصفويين أو كما يسمون الحوثيين؟ إذا كان هذا عدوهم الحقيقي فهم متواجدون في صنعاء وفي صعدة، لماذا لا تحدث هذه الانفجارات أو تستخدم نفوذها القاعدة في كثير من المناطق؟ هل لأنه أجهزة الأمن قوية، ولكن وإلا لا. من يسهل لها عملية هذه العمليات هو من يتحكم بها، وبالتالي الرسالة واضحة والأمور بدأت الحكومة الشرعية بإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأن نحن الذين نحارب القاعدة وهؤلاء هم جزء من التنظيمات المصطلحة. نعم سيد وليد، بالحديث عن الحكومة الشرعية، هل تمتلك قوات يمنية على الأرض قادرة على حسم المعركة في المكلا والخروج بأقل الخسائر؟
طبعا تعمل بالتاكيد، هناك بعض كثير من التنسيقات تحدث الان مع القوات النظام بعض القوات الشرعيه المتواجده على الارض، لانه لا يمكن ان تقوم اي عمليات تقوم التحالف العربي ان ينفذ اي عمليات من غير الاسناد الحقيقي على الارض من قبل القوات الشرعيه، وهذا بطبيعه الحال متواجد يعني سر من اسرار نجاح العمليات العسكريه التي حققت نجاحا خلال الفتره البسيطه في أبيان وفي حضرموت حاليا. نعم، إذن السيد وليد الأسواري الخبير الأمني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي عبد الرحمن باتيس عضو الهيئة التنسيقية لمجلس شباب الثورة، وكان معي اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية، كان معنا من عدن، وكان معنا من السعودية الخبير العسكري السعودي حسن الشهري، وأخيرا وليد الأسواري الخبير الأمني والعسكري. وهي لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهي لكم من الإعداد من زميلي محمد القاسم، نلقاكم في زوايا حدث جديدة بإذن الله. إلى اللقاء.